مرحبا يا صبايا، اليوم راح اعمل لكم شاورما سورية مثل المحلات المطاعم. شاورما ان شاء الله بتحبوها كتير، كأنكم عم تاكلوها برا من السوق. طبعا انظف بالبيت وارتب، وان شاء الله راح تعجبكم. هاي قطعنا صدورة الدجاج. طبعا اليوم رح نعملها بالدجاج، مرة تانية بنعملها باللحمة. قطعنا صدورة الدجاج شرايح، قطعناها شرايح، وهلأ بدنا ننقعها بالمي والليمون والخل للتعقيم، ومنشان تصير ريحتها طيبة وتروح منها الزنخة. وهي البهارات المطلوبة، بدنا توم ندقه، طبعا ندق التوم، وبدنا زنجبيل وكركم، رشة قرفة، كزبرة، هون في عنا قرنفل وبهار رح اطحنهم، لان البهارات كل ما كانت فريش كل ما كانت الفائدة اكتر. وكزبرة وبابريكا وكاري، كركم، فلفل أسود، وبهارات، بهار أبيض، بهار أسود، هاي البهارات المطلوبة. طبعا الكركم بالأخير بيعطيها لون، بيعطيها منظر حلو. رح ننقعها هلأ شي نص ساعة ساعة بالليمون والخل والمي، بعدين نرجع يا صبايا منتفلها بهالتوابل، وكمان نتركها بالبراد شي ساعة تتشرب التوابل هاي. وطبعا لا ننسى هون نحط كاسة لبن فوق الخليط، بعد ما نخلطها بالتوابل نحط عليها كمان، نخلطها مع اللبن الزبادي مع كاسة لبن. هاي اليوم طلبات الشاورما، وهي الخل. طبعا هلا ننقع قطع الفروج، قطع الدجاج بالخل والليمون والمي، بعدين نعمل الطحينة. نعمل طحينة منشان نعمل السندويشات على السخانة على الشواية مع المخللات، وتاكلوا ان شاء الله احلى شاورما. نروح شوفوا يا صبايا الخطوة الثانية. حطينا شرائح الدجاج الصدورة طبعا اللي قطعناها، حطيناها بالمي والليمون، وهي الخل، بتروح أي زنخة اللي بيعاني من زنخة الفروج الدجاج بينقعوا بالليمون والمي والملح. هذا الملح مو للتمليح طبعا، لسه ما اجى وقت التمليح، هذا بس منشان نحافظ على ناخد دجاج ماله زنخة وريحته طيبة. ننقعهم شي نص ساعة، بعدين بنصفيهم، بنغسلهم منيح، وبنتبلهم بهالتوابل هاي. هلا بنروح على الخطوة بعد شي ساعة، رح انقعهم انا شي ساعة او نص ساعة. هلا يا صبايا الخطوة الثالثة، حطينا هون اللبن الزبادي والثوم، نحركهم طبعا بعد ما غسلناهم، شلناهم من مية الليمون والخل والملح. هلا ما حطينا اللبن، كاسة لبن زبادي. نحط البهارات كمان، نتركه نص ساعة أو ساعة. هاي البهارات، كل البهارات هاي راح نحطها هون. نخلطهم منيح، نتركهم بالبراد، نغطيهم بنايلون
نايلون اللي بنحفظ فيه بنغطي فيه الأكل ونحطه بالبراد شي ساعة كمان، ونرجع إن شاء الله بعد ساعة رح نرجع إن شاء الله. هيا صبايا رجعنا لكم بعد ساعة. هاي خليط الدجاج المتبل تشرب بالتوابل بعد ساعة، ساعة بالبراد ثلاجة. وهاي هون جهزنا المخلل مشان نعمل سندويشاتنا، وهاي الطحينة طبعا مشان السندويش، وهاي الخبز العربي أو التورتيلا بيكون أفضل إذا موجود. هلا تشرب وتشبع بالتوابل وريحته بتشهي الريحة طبعا. هلا بس نحطه على النار تظهر روايح التوابل وريحة الشاورما الطيبة. راح نروح نطبخ هلا، نقلي الدجاج اللي تبلناه بالتوابل ونجهز. هلا يا صبايا حطينا المقلاي على النار، نار قوية طبعا. بدنا نحط هلا شوية زيت، بدنا ننزل هلا الشاورما اللحم، لحمة الشاورما. بنتبلي بتشرب طبعا بالتوابل. نحتاج للشاورما لذيذة جدا، يعني أوقات المشكية من برا من السوق والله ما فينا ناكلها إلى زنخة، لذلك بفضل أنا شاورما تبع البيت. يا صبايا ممكن شاورما تعملوها باللحمة، ممكن بالدلك، والساندويش ممكن بالفينو، خبز الفينو، ممكن التورتيلا، ممكن الخبز العادي، الخبز العربي المتوفر عندكم، اي خبز نوع، اي نوع من الخبز ممكن تعمل فيه سندويشات الشاورما. اذا عجبتكم بلشت الريحة اللذيذة جدا تظهر. إذا عجبتكم شاركوا رفقاتكم، حطوا لي الكومنتات تبعكم. اللي عم بيشوفني أول مرة يضغط جرس الاشتراك. ما بدنا نحركها كتير عشان ما تنزل مي، ولا بدنا نغطيها هيك، بس تحريك بسيط. ريحة فظيعة، ريحة كتير طيبة، النار قوية، تحريك بسيط جدا عشان ما تخرب. خليها محافظة على شكلها. خليها تستوي وبرجع. هلا يا صبايا استوت الشاورما والريحة فظيعة، كتير كتير طيبة، يعني ريحتها ما فيني اقلكم قديش طيبة ريحة. طبعا عبيت المطبخ وعبيت البيت بريحة التوابل لاني فريش طحنتها كلها فريش. طبعا شوفوا يا صبايا
استويت الشاورما وطلعت ريحة التوابل اللذيذة طبعا لأني فريش، طحناها كلها تازة تطلع ريحتها غير شكل. هلا بدنا نروح نعمل سندويشاتنا على السخانة ونشوف شو رأيكم، وإن شاء الله تعجبكم. ريحتها كتير 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 طيبة، ريحة التوابل الكاري، الزنجبيل، الكزبرة، الكمون، التوابل طبعا راح أكتب لكم إياها بصندوق الوصف، والخل والليمون، رائع، روايح الفلفل الأبيض، الفلفل الأسود، البهار، ريحة كتير لذيذة وطيبة. وأنا طبعا جعت ورح أعمل سندويشة هلا بالخبز العربي العادي المتوفر عندكم، ممكن تعملوا فيه سندويشة. هاي حطينا المخلل الطرشين، وحطينا الطحينة طحينية، وحطينا الشاورما. طبعا الشاورما كتير كتير صارت بنينة وهشة وطرية كتير لأني نقعناها بالخل والتوابل ساعة بالبراد، كتير استوت وصارت ريحتها كتير لذيذة. هلأ بدنا نلفها. مثل ما قلت لكم الخبز الموجود عندكم فينو أو تورتيلا أو صاج أو حسب الموجود، هذا خبز عربي عادي راح ألفها وأحطها على السخانة. وصحتين وهنا يا صبايا، راح أفرجيكم إياها. وهاي ساندويشة الشاورما خلصت. أنا طبعا عملت وحدة بس إلي، اللي بده يجي أفراد العيلة اللي بده يجي يأكلوا بيعملوا ساندويشات هون بإيدهم. هلأ يا صبايا جبنا خبز التورتيلا، هذا هون مقاس الكبير وهذا مقاس الصغير. رح نعمل، أنا عملت سندويشتي بالخبز العادي، رح نعمل هلأ بالتورتيلا. وهي الصوصات كمان بدل الطحينة ممكن نشكل نغير نعمل بهالصوص، هذا اسمه ساموراي، فيه لذيذ وطيب مع السندويشات الشاورما، وهذا الكاتشب العادي. هلأ رح نشوف السندويشات النوع الجديد بخبز التورتيلا والصوصات هاي اللذيذة. هاي يا صبايا كمان عملنا سندويشة تانية بالتورتيلا، وهاي الصوصات إذا بدكم، وهاي مع الكولا أحلى شاورما. وصحتين.